مساء الخير مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من اليمن اليوم مباشرة وعلى الهواء، حلقة نهاية الاسبوع، حلقة الاربعاء. صديقي وزميلي نبيل الصوفي دوما على يميني، مساء الخير نبيل، اهلا وسهلا بك. مرحبا، مساء النور. اعتقد انه المشاهدين برضو بحاجة لان يستريحوا من وجهنا يومنا اللقاء. والاجازة اصبحت بصراحة يعني نتوقع علما بانه اللقاء بالمشاهد لا يضاهيه شيء، لين انتهت ربما الجرعة الأولى من الحوار. نبيل، شكلت اللجان، هناك رؤساء للجان، وأعطت اللجان خطط، تكدر الجو بموضوع أمني مؤسف للأسف. ننتظر الآن أن يكون هناك بيان صحفي من الجهات المسؤولة حول هذا الموضوع، لكن تقييمك منذ اليوم الأول وحتى اليوم. الفشل الأكبر أعتقد هو الهيئة رئاسة مجلس مؤتمر الحوار، أعتقد أنه ذا درجات متدنية للغاية. أعتقد أن اندفاع الناس الذي ساعد على نجاح على ما تحقق من نجاح مؤتمر الحوار هو اندفاع القوى، حماس الأفراد، أيضا الدعم اللي توليها الدولة كدولة بالموضوع والشعب. أيضا هيئة الرئاسة أعتقد أنها لم تكن على مستوى المسؤولية. طبعا كلامي هذا لا يعني شيء، لا أتوقع أن يحدث أي تغيير، سيستمر هكذا إلى 6 أشهر كما هم، لكن أنا أسجل هذه النقطة أنه هيئة الرئاسة تبدو فاشلة بحد كبير. ولكن رئاسة بالتجمعات أكثر من 600 لا لا لا، لا أنا يعني أنا أتكلم عن مؤتمر التجمع من الإصلاح، حضرت 4 مؤتمرات التجمع من الإصلاح. على إيش بنيت؟ 5000. على إيش بنيت من المنصة؟ لائحيا لا يهتمون، يبدو أنهم كتلة مستقلة عن المؤتمر. يعني اليوم يصدروا بيان ختامي للجلسات واعضاء مؤتمر. طيب انت الان عضو، عبد الوهاب الانسي وعبد الكريم الارياني وياسين سعيد النعمان وسلطان العتواني والصريمة و ممثل حوثي من هبره، هؤلاء مجرد اعضاء في مؤتمر الحوار، ليس لا يعني انهم في هيئة الرئاسة انهم هيئة مستقلة عن مؤتمر الحوار. فلا يحق لهم ان يفعلوا اي شيء من دون الرجوع الى مؤتمر. الوصول الى النقطة وفقا للجدول الا يحسب ايضا لهم وانجزهم اداروا هذه العملية؟ قلت لك يعني انا مثل الجدول نبيل، اللجان، استماع جلسة الاستماع ثم اللجان. انا قلت لك اولا مؤتمر الحوار هم افراد كل الافراد، وهيئة الرئاسة من ضمن هؤلاء الافراد هم الامانة العامة، هم الاهداف، هم كلها تمام. سارت الأسبوعين بشكل جيد، وصلوا الناس إلى مستوى جيد، شكلت اللجان مع جدل بسيط ما يتعلق بلجنة صعدة يعني ربما أوكي. لكن الآن حينما أقيم ما الذي كان من هو المكون الناقص، المكون الناقص هيئة الرئاسة. هيئة الرئاسة كان بإمكانها أن تلعب دور محوري وكبير جدا في إعطاء المؤتمر صيغة أنه نظام جديد من أول يوم. وللآن أقولها، هيئة الرئاسة تثبت أنها نظام سابق وبكل اقتدار. أنا لا أتكلم عن نظام سابق بمعنى أنها سلطة سياسية سابقة، أنا أتكلم عنه الطريقة التقليدية السابقة التي تتم. قلت لك يعني أنا أخذ مؤشر مؤتمر البيان، هذا مؤشر بسيط يعني، خليك من الاعتراض على اللائحة، لكن البيان، هيئة الرئاسة تصدر بيان باسم مؤتمر الحوار وتحدد وتطالب وكأنها الآن حزب سياسي. بس هذا يعود، إذا الصدق يعود طالما والمكونات ممثلة خاصة الوازنة. لا أقصد أنه السؤال هو هل تم هذا بموافقة كل هيئة الرئاسة؟ أنت في مشكلة هنا. لا يحق، لا حتى وإن اتفقت الأحزاب الآن، هيئة الأحزاب إذا اتفقت المؤتمر والإصلاح والاشتراكي على فعل خارج فيفعلوا خارج. مؤتمر الحوار لا سلطة للأحزاب عليه، مؤتمر الحوار لا سلطة للمكونات عليه، لأنه في النهاية القرار معروف كيف يتم. إيش تفسيرك أنه انفراد الطرف؟ استخفاف. لا انفراد الطرف، لا استخفاف فقط. ربما إرضاء طرف قبل الإجازة. لا إيش اللي استخفاف فقط، بساطة عادي يعني. طيب هل تتوقع أنه كل منصة كل المكونات اللي موجودة وافقت على هذا البيان؟ لا أدري، ليست يعني هل خدع أحد في المنصة؟ احنا بنحلل الآن تحليل. الخديعة الرئيسية أنه ما يحق لهاش تصدر بيان باسم المؤتمر. لا يحق لها أن تصدر. هي ليست الآن الخطورة أنهم يتعاملوا مع مؤتمر الحوار وكأنه هيئة مستقلة ذات سيادة، ولذلك تبعات مثل هذا البيان لا شيء. هذه النقطة طبعا، هو أولا استخفاف لا يعني شيء، ثانيا لن ينبني عليه أي شيء، لكن أنا أتكلم عنه أنت تريد أن تعطي رسالة لأعضاء مؤتمر الحوار، لأنه في النهاية الأمور تبدأ هكذا، تبدأ خلل صغير 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 ثم يصل الناس إلى مستوى كبير يعني. الآن مثلا هذا البيان بما تضمنه سيكون كلام عام، طيب أنت ليش تزق بمؤتمر الحوار كله في كلام عام لا منه ولا عليه؟ في مشكلة كبيرة. طبعا يمكن هيئة رئاسة طبعا أنا أقول لك أنه الخلل الكبير في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أنها كلها شخص
من التي تعمل على مدى 30 سنة و40 سنة لما وراء. نعم هذه مشكلة حقيقية. لا أتكلم عن أشخاص هم سيئين، الأشخاص ليسوا سيئين. دكتور ياسين ليس سيئا، عبد الله بلانسي ليس سيئا، عبد الكريم الياني ليس سيئا. هؤلاء شخصيات لهم مكانهم ووزنهم، لكن لهم طرق عمل. هم لهم طرق عمل لا ينتمون للتغيير. طرق العمل حقهم لا تنتمي للتغيير بأي حال من الأحوال. جيدين رائعين مثلهم مثل مثل. عندما ندون بالجملة بالتأكيد هيئة الرئاسة سيحسب لها جزء من ال. نعم أنا أتحدث عن ما لا يحسب لها، لأنه ما حد بيتكلم عن هذا الموضوع. الكل نعم أنا أركز على هذه النقطة التي لن يتحدث عنها أحد، حتى هي لا تسمعها، لا يسمعونها يعني. في اعتراضات من الأعضاء لا يسمعونها، في ملاحظات من الناس لا يسمعونها. إما أن تتعدل هذه الهيئة، وإلا ستكون مسؤولة، مسؤولة بشكل كبير عن 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 بدء الترهل فيما يتعلق ب بمؤتمر الحوار وطرق عمله والرسالة التي سيعطيها للمجتمع وللأطراف السياسية حتى. طيب البعض يقول من بين النتائج المهمة المرأة في اللجان كانت موجودة بشكل. أنا لا يعني أنا ردنا نتحدث عن إيجابيات المؤتمر، نحن تحدثنا عن إيجابيات كثيرة كثيرة جدا، لكن أنا أتكلم عن أنه حضور المرأة، حضور القوى الجديدة بشكل عام، حتى الكتل الحزبية يعني. أنا في النهاية أنا الآن بس أشعر أنه لو أني في حزب سياسي مثلا، أرى أنه الأحزاب السياسية لم تستغل كتلها الطبيعية. الآن في معنا حزب إصلاح جديد وحزب مؤتمر جديد وحزب اشتراكي جديد، اللي هم الكتل الموجودة داخل مؤتمر الحوار. هؤلاء كتلة حزبية جديدة. أنا لازلت أطلع أقول أتمنى أننا أرى أيضا في المكونة المستقلة أن يعلنوا 10-15 واحد إعلان مكون سياسي جديد من داخل مؤتمر الحوار. في النهاية هذه مكونات تنظيمية جديدة، لما معهم إجازة أتوقع أنهم ينزلوا للمنطقة يشدوا الناس تجاه العمل السياسي. لازم نعم. طبعا الأحزاب حتى الآن يبدو ليست مهتمة بهذا الأمر لأسباب هي ممتازة. الإجازة نبيل من الناحية النفسية هي ممتازة، ولا أنت بعد ما تبدأ تاريخ 13 تحتاج إلى جلسات استماع أخرى لكي ينفسنا، خصوصا وأن معظم الناس بتعود إلى لم يصمم البرنامج باعتباره برنامج أزمة. هذا شيء جيد يعني. الإجازة تعني أنه اللي صمموا برنامج مؤتمر الحوار لم يصمموا باعتباره مؤتمر أزمة، وإنما اعتبروا مؤتمر حل يعني. الموضوع عادي طبيعي بيكون فيه يعني إجازة جيدة، يأخذ الناس استرخاء يعيد. لا يعني كتب اليوم الدكتور مروان الغفوري يعني منتقدا عدم ولا حدث اي تحول في مسار اداء الاشخاص، وتكلم عن الوظيفه العامه انه مثلا الموظف العام لا يزال حتى الان يداوم، حتى ان كانوا ثوريين اللي يتكلموا عن الثوره والتغيير يداوم الساعه 10 يروح الساعه 11 ما يهتمش ما في شيء. طيب انا الان اتكلم عن نحن نريد تغييرا يظهر للناس حتى على مستوى 10 اشخاص 20 شخص حتى داخل مؤتمر الحوار. اريد ان ارى كتلة جديدة إن شاء الله من 20 شخص تعمل بطريقة مختلفة، طريقة نظامية برسالة جديدة بغيرها من النقاط يعني. الآن مؤتمر الحوار وصمم بهذه الطريقة. أنا أتمنى أن الأفراد سواء يعني مجموعة من أعضاء مؤتمر الحوار يظهروا هذا الأمر، يظهروا حتى في زياراتهم أن يكون يعني أعضاء مؤتمر الحوار حقيقة ليس شيئا بسيطا. تاريخيا هذا اسمه عضو مؤتمر الحوار، يستطيع من خلال هذا الأمر أن يكون له مكانة في تاريخ اليمن السياسي. لكن مش كلهم بيكون لهم مكانة، في عدد كبير طبعا لن يكون. طيب. أنا أتمنى أن يكون هناك مجموعات تستطيع أن تستغل كونها عضو في مؤتمر الحوار أن تتحرك باتجاه. تابعت المؤتمر الصحفي اليوم للأمين العام أحمد مبارك؟ لا لم أتابعه للأسف. طيب طبعا في مشكله الخلاف الامني الذي حصل في المشكله الامنيه التي حصلت هناك. نعم احنا يعني يفترض انه لا ادري ان احمد مبارك تطرق لهذا الموضوع ام لا، لكن هناك مشكله يبدو هذه صور صور جزء من الذي حصل هذا. طبعا على فكره طبعا كان المؤتمر منعقد الجلسه الثانيه طبعا طبعا في كمان الجدل الذي دار امس بين امل الباشا وعبد الوهاب الانسي وصادق الاحمر يحيى منصور بصبعه، وانا الحقيقه اشعر بالاسف للطريقه التي يصور بها هذا النقاش. انا اعتقد ان امل الباشا ادى دورا جيدا للدفاع عما تراه حقا، ان يعودوا الان لنا سنتين النساء في الشارع ويتظاهرن ويرفعن اصواتهن ويتحركن بشكل عادي. طيب لكن الاحمر ايضا برر قال ان المراه موجوده. لا لا انا اتكلم عن انه هي ادت شيء جيد الذي عملته للدفاع عن رايها بغض النظر رايها كان صحيح. لا تلاحظ ان المؤتمر اكبر حتى من هذه، اذا سمينا هذه بعض الهزات، حتى الهزه الامنيه اللي موجوده اليوم، ان المؤتمر يعني انا اقصد انه ستمشي وتحدي انطباع
الآخرين اللي تحاشي الوقوع في مثل هذه النقاشات. لا أنا طبعا أفصل بين الحالتين. بالنسبة لهذا الموضوع الأمني، المشكلة تتعلق بالوعي الاجتماعي، بأنه يعني عادي واحد بيدخل ببطاقة واحد، ولا واحد بيدخل في مشكلة في واحد، ولا ضابط الأمن يتعامل بقوة. مسألة أي مشكلة تتعلق بالشعب، ما لهش علاقة بمؤتمر الحوار، تتعلق بالثقافة العامة، تتعلق أيضا ب ب ب بحسن أو سوء تصرف أداء تشوف جيد جيدة. أنا أقصد العشر أيام. لا خلينا نفصل هذا الجزء. أما الجزء ما يتعلق بأمل الباشا، هو أصلا مؤتمر الحوار هكذا. مؤتمر الحوار هو هكذا يعني. في النهاية مش مؤتمر الحوار أن 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 يتناقش الناس بالصوت الخافت، بالصوت العالي، وأن أن أن, أن يحدث جدل وشد وجذب حتى يصل الناس إلى مستوى جيد. أعتقد أنه تمت لجنة صعداد، تم الدفاع عنها على الأقل. ليس بالضرورة نحن نتحدث عن أن الرئاسة كان صح أن تكون فيها فلان أو فلان. أنا أتكلم عنه الإجراءات التي تمت يتم تثبيتها، لا يعود الناس الغرف المغلقة ليعلنوا شيء غير الذي اتفق عليه داخل اللجنة بشكل عام. طيب العشرة أيام هو كان يفرض أنه ربما تكون فسحة للمكونات، ما لم يتح المؤتمر نتيجة للتزاحم. يمكن أن تكون هناك نقاشات بالضرورة كولسة، ولكن نقاشات مفتوحة لديك 600 شخص. بالتأكيد حتى في الأيام هذه العشر سيظل مؤتمر الحوار الوطني هو حديث منتشر ومتوسع في على فكرة. أنا أعتقد أن مؤتمر الحوار كان أيضا يتموضع في مكانه الصحيح، لأنه كانت الدعاية التي محيطة به كانت الأطراف السياسية تهرب من تقصيرها. كل الأطراف، المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، الأطراف المختلفة كلها تهرب من التزامات تخصها للحديث عن أن مؤتمر الحوار سينقذ اليمن. حتى الدولة، رئاسة الجمهورية، الحكومة كلها كانوا يعني يضخمون من الموضوع. أعتقد المؤتمر أن يتموضع بشكل صح، يقول هذا هو المسار الذي أنا ملتزم به، الذي أتحمله أنا. بقية المسارات لا أتحملها، لا أتحمل المسار الأمني في البلاد. المسار الأمني في البلاد تتحمل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، والحكومة. المسار الاقتصادي تتحمل الحكومة. المسار الحكم المحلي تتحمل المحافظات. مؤتمر الحوار لا يحمل فوقه. أعتقد أنه يتموضع بشكل صح باعتباره منتدى لليمنيين ليصيغوا شكل النظام القادم. نعم، في مقابل في نقطات تتعلق بالبيان الإعلان الذي أعلنه مكون الحراك الجنوبي في القضية الجنوبية، وطالب بمجموعة نقاط. يعني طبعا في بعضها فيها نوع من الصعوبة، يعني إيقاف الاصطياد في السواحل الجنوبية، إيقاف الامتزاج النفطي، في شيء يعني. واللي بيناقش على فكرة الآن هو ما قاله رؤساء اللجان اليوم. نعم. كل رئيس لجنة مسؤول عن قضية قال الموضوع، وطبعا هو مكتوب ووافقت عليه كل المكون، فسيتم الالتزام بم. لا أنا أتكلم عن أنه هذا مكون سياسي الآن، مش مكون سياسي على وليس القضية. هذا أنا كنت تساوي نفس النقاط العشرين التي طرحت من الرئاسة. نعم. وطبعاً ما سيبنى عليه اليوم كلمات رؤساء اللجان وممثليهم، ماذا عملوا في اللجان التي أساساً هي. بس قصدي هذا شيء إجرائي، لكن نتكلم عن موقف كتلة سياسية، وليس الحين هذا الذي أعلنت هي موقف كتلة سياسية وليست لجنة القضية الجنوبية. أنا طبعا روشي إيجابي. أنا أتمنى كنا بدل أن يصدر أن يقرأ لنا يعني سلطان العتواني وسعد المنعم عبد الرب الآنسي والإرياني بيان باسم مؤتمر الحوار، كنت أتمنى أنه كل واحد منهم ناطق رسمي باسم الإصلاح ويوقف ويقول ما يخص الحزب الإصلاح داخل المؤتمر. أن يكون هناك ناطق رسمي باسم المؤتمر الشعبي العام ويخرج ويعلن للناس موقفا باسم الحزب. ليس بالضرورة أن يعلن موقفا من القضايا التي ستناقش. أنا أتكلم عنه يقول أنه على الأقل نريد الآن، أنا أريد أن أسمع المؤتمر ولغته، هل في تغيير؟ الإصلاح ولغته هل في تغيير؟ الاشتراكي ولغته هل في تغيير؟ وإلا في النهاية التغيير كله بس داخل قاعة مؤتمر الحوار، لكن بالنسبة للمكونات خارج مؤتمر الحوار لا تزال مشدودة لخطاباتها ما قبل الحوار الوطني. لا البعض يقول هذا، سأطوي معك هذا الملف لأن تقل إلى ملف آخر. البعض يقول ما قبل 18 مارس كانت في عقوة معينة ومعروفة، على الأقل لا يوجد لقاء سياسي بين الأطراف، لا يوجد اتصال سياسي لا على المستوى الرسمي، وما نسمح أو نعيشه كان في نوع من الجف وعدم الاقتراب والكثير من المسميات. من 18 إلى اليوم هناك من يقول يسجل لمؤتمر الحوار أنه بوقت قياسي ذوب الكثير من الأشياء. يعني أقصد أنه هذا مش شيء سهل. هذا الشيء الغريب على فكرة، أنه مؤتمر الحوار ينجح في خلق شيء غير الذي في القوى الممثلة داخله خارج مؤتمر الحوار. شيء غريب يعني، الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي والناصري والحراك والحوثيين والمستقلين، المرأة، الشباب، كلهم موجودين داخل مؤتمر الحوار، عملوا جو مختلف. ولكن فيما يتعلق بأداء المكونات التي ينتموا لها خارج ما انتمتش لمؤتمر الحوار. يعني على الأقل لا نريد أن لا نستطيع أن نحكم. أنا لا أستطيع أن نحكم أنه ما هي لغة الإصلاح تجاه الحوثيين، لا أرى تغييرا. ما هي لغة الحوثيين تجاه المؤتمر الشعبي العام؟ ما هي لغة الاشتراكي تجاه الحراك؟ ممكن أن تلحظها، يا لا تقال
ولكن ممكن انت تطلع في المؤتمر في التنافس داخل المؤتمر في التنافس. قلت لك هذا الشيء الغريب، هذا الشيء الغريب انه يعني يتحقق شيء ايجابي داخل قاعة المؤتمر وترفض الاحزاب ان تستقبل يعني تاثير الايجابي للخارج. انت ترى وجه للسياسة في الموزمبيق وفي وجه اخر في خارج الموزمبيق؟ لا ارى الوجه، لا اريد ان اقول وجه اخر، لا ارى الوجه خارج يعني، انما هذا الوجه واضح. نعم نعم يعني في نعم في الموزمبيق وجهه واضح جدا، واضح ومختلف تماما، وخارج لا ارى. هل تنازلت الاحزاب عن الكتله في لا الشارع؟ لان النخب موجوده هنا في البندق. طيب تصنع اذا شيء يعني احنا نشي نشوفهم يصنعوا لنا شيء. طبعا على فكره هو في عجز ايضا، عجز في ليس عجز اعلامي، عجز تقريبا لدى الأطراف السياسية في تنظيم رسالتها، نقل رسالتها للشارع. يعني كثير من الأطراف السياسية تتمنى يبدو مؤتمر الحوار كأنه يكون مؤتمر تفاوضي وليس مؤتمر نقاش على أفكار. يعني الآن مثلا نتمرى التجمع الإصلاح مثلا، أكثر الأحزاب لديه جاهزية تقنية مثلا لإطلاق حوار بين الإصلاحين فيما يتعلق بمكونات التسعة. لا نرى شيء. نريد مثلا عبر وسائل مختلفة، عبر الصحوة ولا عبر شيء ثاني، نريد أن نرى مثلا نقاشا إصلاحيا حول مكونات التسعة. لا أتكلم عن نقاش يخص رؤية الإصلاح ولكن يخص وعي الشعب، نريد أن نقيس وعي الشعب. هناك من سيقول لك الأفضل، وهذا ينطبق على الإصلاح وربما بعض هذا، أن نحتفظ ببعض الغموض من أن أتكلم عن الناس عن الأفراد. أيوة أيوة. لا إيش من غموض، أنا أشتي واحد الآن أشتي واحد أشتي الإصلاح. أنا هذه رؤيتي في اللجان. لا لا أنا أشتي الآن يعني مثلا أنا أريد أن أرى الشباب في شبوة والشباب في الحديدة من شباب الإصلاح. طبعا هي كان يفترض أن نتكلم عن المؤتمر الشعبي، لا من المؤتمر أقدر على فعله. لا أنا أتكلم عن جاهزية تنظيمية، أعتقد الجاهزية التنظيمية هي لدى الحوثيين مثلا. ربما شوف الخوف أيضا واحد يكون لا غير منتبهين لها، ليس هناك خوف، لأنه أنا لا أريد أن الأطراف السياسية أن تتحدث، أنا أريد عرض بسيط أنه الشارع يشعر أنه يناقش معك في القضايا. يعني عرضه من موجودين في المؤتمر ولا الكوادر؟ لا لا نسلم لا البراع، أنا أتكلم عن المحافظات، ناس في المحافظة. ربما الخشية كانت أنه من كان خارج المؤتمر سيعرض وجهة نظر مغايرة. وما المشكلة؟ هذا جو حوار ولا لا مش جو حوار؟ يعني في النهاية هو لن يطرح توجهات. ممكن قوننتها طبعا، ممكن أنت في النهاية أنت أعلم وتعرف أن الإعلام في النهاية ممكن يشتغل هذا الموضوع، ممكن يعمل حدود، أوكي نعمل منتدى لمناقشة مثلا، منتدى على الإنترنت لمناقشة مثلا قضية شكل بناء الدولة، ونقول للناس للمواطنية الحزب الفلاني، أعضاء الحزب الفلاني هذا من المواطنين، أنه تعالوا شاركونا بأفكار لتمد. طبعا هي أنا لا أتكلم أنها ستفيد في لأن المركزية لدينا لا تحترم الشارع في الحقيقة، المركزية كلها المركزية الأيديولوجية، المركزية السياسية، المركزية الإدارية لا تحترم الشارع، لا تراه شيئا مهما. لكن أنا أتكلم عن أنه على الأقل تشد الشارع إليها. يعني أنا أعرف مثلا أنه وسيلة الاستقطاب الحوثيين أو الإصلاحيين أو السلفيين يستقطبون مثلا يعني بدعوة إلى الله ومسبحة وصلاة وصوم ومش عارف إيش. يعني المؤتمر ما يقدرش يستقطب إلا أيام الانتخابات بمش عارف إيش مصالح. هذه وفرت لكم فرصة للاستقطاب، تعالوا اعملوا جلسات في المناطق المختلفة للحوار حول قضايا الحوار. طبعا نحن ننتظر ضيف مشاهدينا الكرام، وجرى التنسيق يعني مرات عدة، أمس والأمس اليوم اتصالات كثيرة جدا، نتمنى أن يكون موجود معنا. هو قال سيأتي بنفسه التاسعة وربع، نحن في انتظار العضو مؤتمر الحوار منير الماوري، أنا ونبيل، وسنناقش نقلب الصفحات إن شاء الله يتمكن من الحضور، يتمكن من الحضور بطلبه هو، لأنه أرسلنا سيارة القناة إلى الفندق ثم قيل لنا أنه خرج، فعودنا الاتصال به وقال خلاص أنا سأعود إلى الفندق لارتداء ملابس للحلقة وسأحضر، نحن في انتظار منير الماوري في مقابلة اليوم مع روسيا، اليوم مع الرئيس هادي. نعم نعم، كانت توجهاتك يعني في النهاية عرضت، كان فيها الرئيس هادي أكثر هدوءا في خطابه، وربما حاول أن يوجه رسالة للجمهور الروسي، للجمهور القناة في روسيا، طبعا ما وهي قناة ناطقة بالعربية، لكن يعني في مقارنته بين مشكلة الشيشان مع روسيا فيما يتعلق بمشكلة الإدارية في اليمن، أيضا ما يتعلق بالإرهاب. تشوف الرئيس هادي في المقابلات السابقة كان غير هادي يعني؟ هذه كان أكثر هدوءا، ربما كان هادي، لكن هذه أنا أقول أنه كان أكثر تركيزا. أعتقد أول مقابلة معه في روسيا اليوم، لكن يعني مقابل حصل لا، لكن في مقابلة نحن نسكن في فرنسا، من مقابلات هناك ما كان في بريطانيا، من مقابلة هذه كانت مقابلة، أو حتى طريقة حديثه مختلفة، أكثر هدوء، مش هدوء، أكثر جاهزية، أكثر جاهزية للحديث. نعم أكثر جاهزية للحديث يعني. اخترنا بعض المقاطع من مقابلة الرئيس هادي مع
عروس اليوم نشوف الجزء الأول. كان اليمن على شفا حرب أهلية، وقد اتفقت القيادات السياسية في اليمن، المعارضة والحزب الحاكم وبقية منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، اتفقوا على أن يسيروا للسلام وأن يوقفوا الحرب الأهلية الذي دارت في العاصمة صنعاء لمدة سنة. انتهى الأزمة كما قال الرئيس هادي، اتفاق بين المعارضة والسلطة، وأيضا في المقابلة أنه شرح للرئيس الروسي بوتين مثل هذه المفردة. أنه في هذه الأيام كويس أنه الرئيس هادي وهو أحد الضمانة الرئيسية لنجاح مؤتمر الحوار أن يضع هذه الأشياء يوصفها. كان في تعرف في الكثير من الانتباهات. قيل مثلا اليوم أنه طبعا الرئيس تحدث عن مسألة تسلية، لكن هل في بعد سياسي؟ يعني هل لا تزال روسيا هي جدار اليسار؟ إذا أجاز لنا التعبير الرئيس هادي يراهن على أن تلعب روسيا في أدمغة اليسار في اليمن، يعني تلعب بمعنى تدخل في حوار واليمين. وفي نقاش واليمين أصبحت قادرة روسيا أن تلعب بيمين ويسار. أصبحت قادرة أن تشتغل. مش اللي فهموش خطأ يعني بمعنى أنه تساند في مسألة إنجاحها على الأقل. ما يتمناه الرئيس هادي. طبعا بالتأكيد روسيا بالنسبة لليمن مهمة جدا، بالنسبة للمنطقة عموما مهمة جدا. نحن في النهاية المنطقة العربية من عهد الروم والفرس مجرد منطقة منخفضة الضغط، دائما يعني يهب عليها الريح من كل مكان، فالريح الغالب يغلب إذا جاء من الشرق أو جاء من الغرب، من أيام الفرس والروم مستمر عليها استراتيجيا ربما، لأننا لم نمتلك قوة مستقلة ذاتية. نحن كنا ندعو اللهم أهلك روسيا والاتحاد السوفيتي والشيوعية، وفي النهاية صبت دعوة لصالح أمريكا مش لصالح نحن. يعني الآن أوكي الصين قوة اقتصادية موجودة، الهند قوة اقتصادية موجودة، لكن لا أحد يجرؤ على مقارعة القطب الغربي عسكريا وأمنيا إلا روسيا. البقية يعني في النهاية الصين هي متنفس للتجارة الأمريكية، في النهاية أغلبهم استثمار أمريكي. فمهم جدا هذا التوازن، ليس ضد أمريكا الموضوع، ليس بهذه الطريقة، ولكن في النهاية نوع من التوازن في المنطقة بشكل عام. أيضا داخل اليمن روسيا لها مؤتمر الحوار حاضر بقوة في هذه الزيارة. هو الحاضر بقوة هو ما اليمن الجديد، معنى هل خلال الفترة الماضية تكونت مجموعة من الجمل لدى الرئيس هادي، سواء كان في المؤتمر في نقاشاته مع الأطراف، وبالتالي استدعى أن يكون طبعا مش لاحظ أنت الرئيس هادي في يكون موسكو حاضرة؟ أقصد إحنا نعم نعمل فرضيات. لكن هل طبعا الرئيس لاحظ أنت في مقابلته يتحدث عن أكثر من شيء، لم يتحدث فقط عن مكون الحوار، عن المحور الوطني، يتحدث عن أداء الجيش، يتحدث عن أداء الدولة. بناقشك الآن فيما لم يعلن. لا أقصد أنه هذه النقاط هي تعطي أنه صورة واضحة لديه، لا يريد أيضا أن يقف أمام الناس يقول لهم مثلا في روسيا يقول لهم أنه معنا مؤتمر الحوار هذا إنجازنا الوحيد. لا، اليمن سارت بإنجازات مختلفة. كان هناك خوف وقلق من عدم انعقاد مؤتمر الحوار، لكن طبعا لاحظ وضع اليمن لا تتحمل، لا يحتاج أن نحمل مؤتمر الحوار كل هذا الطاقة. في النهاية مجلس النواب موجود، الحكومة موجودة، الاتفاقية السياسية موجودة، يعني بمعنى مؤتمر الحوار هو الرتب القادم وليس الحاضر. الحاضر ماشي بالوضع الموجود الآن يعني. فالرئيس كان حاضر في هذه النقطة. طبعا هو مؤتمر الحوار الحقيقة خدم أطراف الصراع السياسي، يعني بمعنى أنه حمل إصلاح، حمل مؤتمر، حمل اشتراكي، حمل الحراك والحوثيين، حماهم من أنهم مصرين على رغبة في الصدام، لا اتجهوا للحوار بمعنى انهم غير راغبين في الصدام. انت معنى من يقول انه كل الاطراف منهكه وصل الى داخل الحوار؟ انا اقتنعت بتوصيفك هذا وهي منهكه كانت ب وربما ايضا قلقه من القادم. قلقه من القادم. البعض يقول الصوره التي ظهر بها الرئيس هادي هو الذهب، وهو ايضا فرح ومن حقه ان يفرح ان عجله الحوار قد دارت، حتى عرضه للروس يكون مختلف. طبعا بالتاكيد هي نقطه مهمه، وهي واحده من الملفات التي انه القوى السياسيه تتحاور الان من اجل شكل النظام السياسي القادم. بس اذا قلنا عاد في يسار في اليمن، تشوف المصالح لديها يسار دائما. في يسار مرئي ولا في لا يزال يسار؟ المصالح لها يسار، لكن كتنظيم كايديولوجيه يعني، لكن المصالح لها يسار ويمين. أنت ممكن تجد المشايخ يسار في لحظة من اللحظات، المسألة تتعلق بالتوجه الفكري والأيديولوجي، ولكن تتعلق بالموقف من المصلحة المحددة. نعم، اليمن في النهاية يتشكل فيها
وضع مقلق للغاية تجاه المنطقة كلها. اليمن في صراعاتها يعني أنت تشوف كيف الجدل احتد فيما يتعلق بالحوثيين. الحوثيين المفترض أنها قضية بسيطة، لكن تعرف أنت أنه لا، يعني في شمال اليمن هناك توتر غير عادي بين الأطراف التاريخية اللي لها تتقاتل من 1000 سنة، هذا مستعدة تدير دولة الجدل. مفاجئة كان الجدل الصاخب في هذه اللي نعم اللي هو مفاجئة، لأن إحنا ما انتبهناش. لا كان الناس منتظرين في مكان آخر، لأن إحنا أيوة مفاجئة إن إحنا لا نقرأ الأمور بشكل صح، لا نعطي كل شيء حقه، يعني يمكن نأخذ الموضوع ببساطة يعني، ولذلك فاجئ فعلا يعني أعطى كذا. أيضا فاجئ إنه القوى التقليدية، مش التقليدية، القوى التي نحن في نهاية عدل إيمان كل يعني تقليدية، لكن نتكلم عن إن القوى التي تتحدث عن تصدرها مشهد التغيير لا تزال أطراف تتمنى أن تعقد كل شيء بالسكتة. يعني أوكي معك لجنة، ما يحتاج مطلق الرئيس اللجنة، كما أنت رئيس اللجنة لا ليس له تلك الصلاحية والسلطة، يعني مسألة بسيطة جدا يعني، لكن لا هناك التوتر إنه حريصين على أنه تعالوا نتخافس سكتة سكتة ونخرج. بس الأمانة كان يعني حتى الوفاق ما مشاش، في الناس أدارت عمليات بالصندوق. نعم. وتخيل أنتم مجموعة مكونات وأطراف ما تعرف نفسها كشخوص، لأن الوجوه الجديدة أكثر من الوجوه. ولذلك قلت لك أمس. ولذلك رشحوا الناس. ولذلك قلت لك أمس إنه خطأ كبير جدا أنه ما أعطيش العملية الانتخابية داخل مؤتمر الحوار الحق اللي تستحقه، المساحة اللي تستحقه من التغطية لدى الناس. نعم. شيء جديد لأنه حتى مكونات جديدة وصراعات جديدة وطريقة جديدة تم فيها الأمر. لكن أقول لك نعود للموضوع ما يتعلق باليمن. اليمن تشهد هذا التحول الكبير. اليمن معقدة الآن، الوضع فيها معقد شمالا، معقد جنوبا، معقد خارج الحدود تجاه أفريقيا، تجاه السعودية، تجاه الأطراف. الوضع في اليمن ليس سهلا، وهو في النهاية اليمن عبثت به القوى الدولية ودخلته صراع شطري، بس يعني اليمن الشمالي وكيل للغرب واليمن الجنوبي وكيل للشرق، طبعا لا هذا شرق ولا هذا غرب، لكن في النهاية تواكلوا في صراعات هزت المنطقة كلها. يعني الآن يعود فيها نفس الشيء، ليس هناك اليسار الذي كان موجود، لكن هناك خطاب. يعني الآن مثلا حتى الحديث عن اتهام إيران وعلي سالم بالتنسيق، مثلا روسيا موجودة كحليف لإيران، هذا جزء من النقطة اللي يكون لمعرفة على الأقل لمعرفة ماذا ما هو المساحة. يعني إضافة للعناوين، وأنا أحييك على أنه لكي نقول أن المسألة ليست سياسة في اليمن، اليمن تحتاج طبعاً. نعم. واجتمع بالغرفة التجارية الروسية. نعم نعم نعم. وهو وقال أنه مشكلة سلاح وعسكر. هل يمكن أن يكون 50-50 يعني اقتصاد 50 مع جانب عسكري، ولكن البعد السياسي أيضا؟ هو طبعا مضم. روسيا طبعا ما كانش لها عذر اقتصادي الا في ليبيا. لا هو دعا الغرفة ودعا تحدث عن استثمارات اليوم، لكن قصدي روسيا هي في النهاية نحن نعول عليها، كقلت لك يعني انا اتمنى ان الرئيس هادي يتجه الى الهند للبحث عن علاقة اقتصادية مش روسيا. روسيا المسألة فيها عسكرية امنية سياسية، هذا المطلوب. تحدث اليوم عن تحديث نعم. طيران نعم، حتى انا السياسة اكثر، انا اتكلم حتى لا يتعلق طبعا حتى التجارة بالسلاح واقتصاد. طيب أيضاً. السياسة اكثر تحليليا. نعم. السياسة اكثر في حقيبة الرئيس هادي في موسكو، ام الاشياء الاخرى تحديث الجيش وطيران ومسائل لوجستية و انا اعتقد انه بيروح بشنطة فيها ملفات، الملف كل ملف كل جزء يتعلق بشيء. يعني طبعا هو الان بالنسبة له لا 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 يعول عليها كثير، المسألة لا تتعلق بأنه سيعود باتفاقات، هي المسألة الآن فتح جو. اليمن بحاجة إلى أن نقول للعالم أنه اليمن لم تعد مثيرة للقلق والمخاوف. هي هذه الرسالة أساسية للناس كلهم، حتى لقاء بالتجار هو لا يعني أنه يدعي أن تجار. إيش من تجار بيقول؟ حتى طابع أنه قصدي مش تجار، مش أنه يدعي التجار يقول هنا يعني، لا مثلا بعدين إحنا بهم يقبلون سيارات مصفحة لحمايتهم، لكن نتكلم عنه هو يقول للتجار أنه انظروا لليمن من اليوم إلى سنة للأمام، يمن مختلفة، ليست اليمن التي كانت فيها السنتين الأخيرتين، وظهوره في القناة حديثه بهذه الطريقة هو يعطي رسالة أنه اليمن غير. يعني تخففوا الآن، اغلقوا حقيبة المخاوف وافتحوا حقيبة التفكير المنطقي، يعني مش ضرورة الآن يجوا تجار ولا تجي مشاريع. نجح في التوقيت زمانا ومكانا. نعم روسيا نعم. نعم الآن نعم وموسكو نعم ومؤتمر حوار مهمة جدا. نعم مهمة جدا. أتمنى واحد قلت لك أنا أتمنى أنه يفتحوا مع الهند. الهند هي في أفغانستان هي ثاني أكبر ممول، اكثر ما اكبر ثاني اكبر مانح لافغانستان المشاريع في افغانستان بعد امريكا. اليمن علاقتها بالهند، بس الهند حتناقشك يعني لا اليمن دول اخرى ستناقشك بالمعادلات الرياضيه، ماذا لاحظ حتى ماذا ستستفيد روسيا في لاحظ يعني في جانب لاحظ حتى المجاني انت. نعم لاحظ حتى انت ما عاد فيش مجاني في روسيا الان، روسيا قفلت مجاني. شوف انت الان اذا انت عادك متاثر باليسار في هذه النقطه
لانه ما عاد فيش مجاني. روسيا اختلفت الان، روسيا تسعى الان بطريقه اقتصاديه مختلفه وجديده يعني. لكن شوف حتى انت لم تتقبل فكره انه الهند ايش بتسوي الهند. لا ما ايش بتسوي، مش انت انا اتكلم عن انه نحن نسوي العلاقات الليبيه الروسيه بالعام زي ما فيش علاقه تمنية هندية. ما فيش اصلا علاقه تمنية هندية. طيب انا اتكلم عن فتح خط، لا اتكلم عن شيء ثاني، اتكلم عن فتح خط مع هذا الامر. اذا تحدثنا عن تمويلات، عن تبرعات، عن منح، روسيا ما تمنحش. اعتقد انه ملف المنح الروسي مساله اختلفت، ما عاد فيش حد يطالب روسيا بالمنح. لن يخرج الرئيس هادي يعني بلا الموقف السياسي اثمن اغلى بكثير الان لليمن، اغلى بكثير الان. اليمن معها 6 مليار مطروحه في لا اقصد رئيس جديد، زياره اولى لا موسكو، لا الحسابات الدوليه لا. الروس لا يزالوا بيتعاملوا بهذه العقبه شويه. انا اقصد لك، انا اقول لك في 6 مليار مطروحه على طاوله التمويل الدولي لليمن، تنتظر الحكومه الوفاق الوطني المبجله ان تنجز التزاماتها واجراءاتها التنفيذيه لاستعاده 8 مليار. ما بيستثمروش وما فيش اقتصاد، اذا 80% سياسه زياره. لا هو قلت لك هي الرسالة أولا، أعتقد أن الهدف الأول من الزيارة أنه اليمن اليوم ليست اليمن السنتين، مش اليمن اليوم حقق البرنامج. يعني أنه خلال السنتين الماضية اليمن كانت، أنا سمعت السفير الروسي هو يتحدث، طبعا روسيا مرت بمرحلة انتقالية قاسية تفككت فيها كل مؤسساتها، واستمروا تقريبا 5 سنوات على الأقل بدون أي وضع مؤسسة. روسيا ستكون التقدير عندها أنه الوضع مشابه، هادي بيروح هناك وقال لهم بشكل واضح انه الوضع مختلف. اليمن لم تشهد ذلك التفكك الذي شهدته الدول الاخرى، دول الانتقال حتى روسيا او غيرها. اعتقد هذه رساله مهمه، هي تعطي تضمينات مختلفه. اقتصاد اعتقد حتى اليمن الان ما تشتغل تجار، مش قادره تتحمل استثمار يجي الان. ولا مثلا يتكلموا عن انه اليمن تشارك في معارض للترويج السياحي. نعم هو يبنى على طبعا بعد سنتين قصدك يعني مش الان. لا العالم بيتعاملوا بالمؤشرات يعني، لو في بورصه عندنا في اليمن اكيد اني كانت بترتفع مع بدء مؤتمر الحوار هذا اللي بيحدث فيه. وهذه ملاحظه صح في العالم، فيبدو انه بيبني على انه هذه ملاحظه، ويمكن ان تكون مال يده. الرجل من حقه يعني، الرئيس هادي يمكن مال يده، شاف الايام الاولى ربما ايضا فاقت توقعاته انه ممكن تحصل، كانت او يبذل جهد اكثر، فالمؤتمر صار بعجله. انا اتمنى اخي، اتمنى انه نقدر نقنع حكومه الوفاق الوطني تساند الرجل هذا. حكومه الوفاق الوطني هي اكثر طرف يخضر رئيس الجمهوريه، اكثر طرف. طبعا هو ربما له حساباته، ربما هو يستفيد من عدم فاعليه الحكومه، ربما الرؤساء يجي عندهم بعض الوقت هذه الحسبه انه كمكونات سياسيه كل واحد. لكن نحن بحاجه لحكومه الوفاق الوطني ان تاخذ الموضوع على محمل الجد. يا اخي شيء غريب يعني، كانت مشكله الرئيس السابق الرئيس عبد الله صالح، كانت مشكلته هي في 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 ترهل اداء حكومته. جاء رئيس جديد نفس المشكله قائمه وهي ترهل اداء الحكومه. شوفوا لنا حل فرع للحكومه تتحرك شوي يعني. نعم تساند رئيس الجمهوريه في هذه التوجهات لتحقق شيء من تغيير المؤشرات. انا اعتقد الاجواء مهيئه على الاقل 30% مما نريد. وانا ترى معضله اذا استمر الاداء التنفيذي بهذه الطريقه 6 اشهر. نعم يعني انا اتخيل الان انه الرئيس هادي يعمل كرئيس دولة في مكان بفاعلية، مؤتمر الحوار يعمل في مكان بفاعلية. طيب الوسط هذا اللي هو الناس يشتوا يجمعوا بين الطرفين هذول، من الحكومة؟ ما هل ليش الحكومة؟ طيب سؤال مجنون، هل ممكن مؤتمر الحوار يشكل حكومة بناء على المكونات الموجودة؟ إذا اقتنعت المكونات السياسية نعم، مش مؤتمر الحوار لكن المكونات اللي فيه. لا المؤتمر المكونات نعم، ولما لا؟ هو يعني كأنه الآن الحديث عن حكومة الوفاق هذه كأنها يعني بند من بنود الحوار الخارجية. لازم المكونات تتفق. هي طبعا في النهايه هذه النقطه هي المساله، لا تتعلق يعني الان كانه نحن نتكلم عن بنود المبادره الخارجيه وكانه مكتوب فيها محمد سالم باسم دواء. ها تقصد المنصه؟ المكونات فلتكن يعني، المنصه ليست لا تمثل المكونات، المنصه لا تمثل المكونات يعني، لكن تمثل اهم المكونات. لا اقصد لا تمثل مكوناتها يعني، يعني عبد الوهاب الانسي مثلا مؤتمر منصه وافراد. طبعا هذا سؤال مجنون مشان لا يفهموش ان في وزراء عندما تطرق للحكومه يعتبر هذا سيقلقون جدا. لا يعتبر هذا انه تهديد للسلم الاهلي، والموضوع عادي احنا بنناقش مسائل. ما فيش وزير يهدد السلم الاهلي، ما فيش وزير يعني، اداء الوزراء ليس بالطريقه التي تجعلهم يا اخي الكلام في بعض يقول لك هذه وفاق وفي مبادره خليجيه وفي هذه الزاويه جيد، ولكن جيد هل المبادره الخليجيه نصت على اسماء الوزراء؟ هي نصت على تشكيل حكومه وفاق. طيب اللي شكل الحكومه الاولى ويشكل الحكومه الثانيه ايش المشكله فيها؟ يشكلوا نفس الطريقه، ربما الطرف الذي سيكون عنده حسبه في الموضوع ولا يمكن تكون عبء ثقيل على مؤتمر الحوار انه يا اخي لا يشكلش حكومه جيده، لكن في النهايه الحكومه هذه يعني تبحث عن تطريقه يعني غير مباليه. البعض يقول غير مباليه، قد يتحمل المؤتمر كذا اسبوع لكن مقصره سيكون الموضوع مختلف. هي غير فاعله، هي حتى يعني لم ترى الحديده على فكره اليوم كان يفترض ان يكون معنا، وانا اعتذر له احد اعضاء مؤتمر الحوار الوطني
وقال اليوم في المنصة انه في قتلى وفي جرحى. استمرت المشكلة. موظفي الميناء مضربين على العمل. تمام مشكلة. طب مؤشر اقتصادي ولا مؤشر اقتصادي؟ غزة في مشكلة. على فكرة احنا الآن نتكلم عن الحكومة أيضا، أنت الآن في نقطة أخرى تتعلق بالسلطة المحلية، وهذا يخص هذه ما يخص رئيس الوزراء، أنه في النهاية المحافظين هم، مع أنه طبعا المحافظين أيضا ممكن يستطيع أن باسندو أن يعمل دور لهم يعني. يعني نستطيع أن نحرك شيء تجاه موضوع السلطة المحلية، على الأقل بالموجود، على الأقل يصل للناس شيء. طبعا هذا لا يعفي رئيس الجمهورية من المسؤولية، لكن اعتقد ان المسؤوليه الاكبر هي تتجه نحو حكومه الوفاق. حكومه الوفاق لديها مرجعيه وطنيه للعمل؟ لا ادري كيف المساله يعني. هم طبعا اذا اعتقد انك اذا قابلت الوزراء سيشكون اكثر مما نشكو نحن حتى من ادائهم هم. هذا مش وقته الان يعني، اذا مش قادرين سلموها للمشايخ، والمشايخ اعتقد سينجزون تغييرا كبيرا. وفي على فكره بعض الوزراء دون ان نسمي اسماء موجودين في الحوار الذي هذب افكارهم عضو عادي، يعني اعضاء عاديين قالوا لها معالي الوزير الناس لا، وهو وزير في حكومه الوفاق، فقيل له ناس عاديين وبعضهم من مكونته. نعم. قالوا له اخي اهدى، احنا في حوار وهذا الطرح. فتشعر انه صحيح. يعني بعض الناس السقف الذي كان يقوله قبل حكومه الوفاق ما نجحش حتى الان في ان ينزل من هذه الشجره. ان يراجع. وفوق الشجره هذه. نعم. صحيح. وهذه هو طبعا في مشكله تتعلق بانه هذه الطريقه الذي نجحوا فيها فسيستمرون بهذا الامر، لكن انا اعتقد انه نحن الآن نتكلم عن حكومة الوفاق الوطني مش كطرف سياسي، نحن نتكلم عن حكومة الوفاق الآن باعتباري كانت تتعذر بأنه في من يعرقل، مع أنه لا أحد عرقل حكومة الوفاق الوطني كمجلس وزراء. يعني ما شهدناش، هو المؤتمر المشترك ما فيش حزب انسحب من الحكومة، فما فيش ولا طرف، ولا سمعنا مرة أنه في قانون طرح للنقاش واختلفوا فيه بناء على خلفية سياسية، ولا قضية حصل يعني ما يختلفوش حتى مجلس الوزراء، احنا ما نعرفش انهم يختلفوا وما يختلفوش يعني، ليست هناك عرقله، لكن اوكي مشى الوضع الان. مؤتمر الحوار الوطني يساند هذه الحكومه وتتحمل هذه المسؤوليه، الحكومه مسؤوليه تاريخيه. طبعا الحكومات السابقه كانت تتعذر بانه هي ضعيفه في مواجهه رئاسه الجمهوريه القويه. الان المساله الحل من بعضه، اعتقد لا يعذر هذه الحكومه شيء. علشان لا يعني نضع مشاهد اليمن اليوم في الصوره، طبعا كان في اتصال العصر مع ممكن أقول مكتب منير الوان، أنه حدثني واحد من المرافقين له أنه ما نقدرش نجري الحوار من القناة على الهواء، فلتأتم أنتم إلى موفنبيك. فأنا قلت له تقنيا، حتى احنا من اليوم الأول منعنا بالعربة، وكان عشان إيش الموضوع؟ عشان المقابلة. أيوة ليش المقابلة؟ يعني ليش ما بيجيش يعني؟ لا كان هو بيقول أنه المفضل أن يكون من الفندق مباشرة، واعتقد ان العمليات اللوجستية سهلة ان تدخل SNG وتدخل عربة فقط وضح لي المشاهدين ما دار، لانه مع تقديري لمنير الماوري اكثر واحد منذ ان عملت في اليوم اتعبني في التحضير اتصالات، مع انه بيتكلم بادب مع اتصالات بانجي. اليوم الظهر قال لي مش معي موضوع السيارة، قلنا اوكي نوفر لك سيارة. طبعا الهدف العام نبيل هو ان هذه محطة مش ملاذ لكل الناس، ولكنها منبر لكل الآراء، ومتاح للناس أن تتفاعل. وفي نهاية المطاف يتسيد المنطق وتتسيد منير صوت إعلامي في النهاية، متكلم صوت إعلامي. هذا على المشاهد لأن الوقت يمضي، وياريت يجهزوا لنا فاصل للشباب نشرب شوية معنا والنبيل وربما نجري اتصال. جهزوا فاصل. أقصد أنه بي طيب أو تشوف ما قالها أيضا، مقطع ما قاله. طيب نشوف تقرير عن الإعلاميين. حدث بلا إعلام، جنازة فردية في قارعة الطريق. باعتبار حلقة الوصل بين القوى السياسية وبين الشعب والدولة والمواطنين، ويعرف الجميع أن مؤتمر الحوار الوطني به نكون أو لا نكون في شعب بأكمله، لكن كيف تطبق هذه القاعدة وسيد الموقف لا زال مهمشا. هو حقيقة وضع الإعلامي في المؤتمر الوطني للحوار الشامل، للأسف الشديد المؤتمر للحوار الوطني الشامل واللجنة الفنية تحديدا كشفوا عن قبح تجاه الإعلاميين، وهم النخبة الصادقة والمفترض أن يكون لها الحظ الأوفر وفي المقدمة في مؤتمر الحوار الوطني، حتى أنهم أقصوا كل معظم الصحفيين ورؤساء الصحف عن التغطية وعن المكافآت، فيما رغم أن هناك ملايين الدولارات تنفق، لدرجة أن حكومة الوفاق تتسول باسم مؤتمر الحوار.
آخر مبلغ ورد 4 مليون دولار بالإضافة إلى الملايين السابقة، وفجأة يقصون الإعلاميين عن مبلغ بسيط لا يمثل شيء $100 يوميا، فيما أعطوها لناس أكثر نفوذ وأكثر بطش وأكثر نهب. من أولى؟ ذلك الصحفي الذي لا يمتلك مرتب ولا حافز ولا اعتماد. الصحفيين طبقة مهمشة مسحوقة في هذا البلد. من أولى بالـ100 دولار؟ هل هو ذلك الشيخ أو النهاب الكبير أو الملياردير أم ذلك الصحفي؟ أعتقد هو أولى بالـ100 دولار كحق مشروع، الكل يشحت من الأمم المتحدة. يجب على الإعلام أن يقوم بدوره الفاعل في إنجاح الحوار وتهدئة الأوضاع. وتعالوا إلينا لنوقع على اتفاقيات بيننا وبينكم لنكمل الدور ونخرج باليمن إلى شاطئ النجاح اعترافا منا بالمكانة والدور، وتخصص ميزانيات وأرقام لهذا الجانب الهام، إلى أن نأتي إلى الواقع وإذا بأصحاب الأقلام الشريفة والأصوات الوطنية تكتشف بأن كل يغني على ليلة. وضع الإعلاميين في مؤتمر الحوار كان للأسف الشديد مهمش، مع أنهم يلعبوا دور كبير، والدول الراعية الدول العشر الراعية المبادرة عملت حسابها للإعلاميين ربما وباعتبار دورهم دور كبير في صناعة وتشكيل الرأي العام، ولا يقل أهمية من عضو المؤتمر الحوار الوطني باعتبار الإعلاميين ودورهم يمثل 80% من عوامل نجاح مؤتمر الحوار الوطني. بين أحضان مؤتمر الحوار الوطني تختبئ الآمال، وعلى عاتق القائمين به يأمل الإعلاميون في توفير أسهل وأبسط التكاليف التي يجب أن يحصل عليها كحق إنساني ووطني، لتكتمل صورة الحدث وتصل رسالة الحوار والسلام لكل أبناء الشعب بمختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية. أعتقد هناك تسهيلات جيدة تقدم للإعلاميين من خلال الجهات التي أو القائمة على العمل والتنسيق مع الإعلاميين هنا في موفنبيك. جميع التسهيلات يعني قائمة وجيدة، وأيضا هناك تعاون كبير من قبل كل الإداريين، وأيضا حتى المشاركين هناك تفاعل مع المواضيع التي نطرحها مع التقارير التي نقوم بإعدادها وتنفيذها هنا في القاعة. لكن حبذا لو يكون هناك، طبعا معروف بأن الإعلاميين خاصة هنا في الوسائل الإعلام المحلية يعتبر يعني بكارثة مادية شحيحة، فأعتقد أنه لابد أن يكون هناك مقابل مادي معقول يساعدهم على القيام بعملهم بشكل جيد. المصورون لا يركزون على المقاعد الخلفية من القاعة، والمراسلون لم تكتمل لديهم المعلومة، والصحفيون احتذت أيديهم بالزيادة والنقصان. انتقادات الحوار وأعضاء الحوار لأبناء هذه المهنة الذين يضحون بأيامهم تحت هذه الأسقف بلا فائدة أو منفعة لينقلوا الواقع ويساهموا في صنع الرأي العام وتوجيهه، في حين غيرهم يتقاضى ملايين الدولارات. وأعتقد أن الإعلام يقوم بواجبه على أكمل وجه، مع ذلك لم يسلموا مستحقاتهم، وهناك من يروج أنه عمل تطوعي، أن الإعلام عمل تطوعي وأنهم متطوعين من أجل الوطن، فيما المتحاورين متطوعين من أجل الدولار. أن وضع الإعلام في اليمن يحتاج إلى وقفة جادة خلال هذا المؤتمر، وينبغي التنبه للوضع المادي على وجه التحديد، أيضا لحرية الإعلام حرية الصحافة. إن كانت جلسات الحوار وتوزيع المجاميع وترتيب القضايا من أهم ما خطط لنجاحه، فهل تهميش الإعلاميين ووسائلهم الإعلامية كان أمرا مدروسا لنجاحه أيضا؟ محمد شمسان، اليمن اليوم. طبعا حرية الرأي أكيد لا نتبنى بعض المفردات التي وردت، وإن كان هذا رأي، ولكن ارتأينا في الفريق البرنامج أنه لا نبيل إعلاميين، وإن كانت بعض المفردات حادة لا نتبناها، وأيضا قد تكون بالنسبة لنا ليست في محلها، سواء كان وصف أشخاص. أنا أريد أن نقف مع نصفك ضد نصفك، أقف مع نصفك الإعلامي ضد نصفك المؤتمر الحواري. أنا بصراحة بس قبل ما أنا متعاطف معهم بصراحة بأمانة، أنهم بيأدوا دور، وخاصة لاحظ أنت
مراسلين الإعلام الخارجي مرتاحين، وفعلا في تسهيلات من ناحية التقنية لوجس الناس تدخل تخرج، ووفروا أماكن للمظلومين. بصراحة هم الإعلام المحلي الرسمي، ليست لديهم أي مخصصة، الفضائية، إذاعة صنعاء، إذاعة عدن، التورقيل. أنا سألت أحمد مبارك لأنه يعني ربما تم التفاهم فقط مع الفضائية. لا أنا أتكلم عن الأفراد، يعني الأفراد اللي يروحون الأفراد الإعلاميين ما يستلمون أي مخصصات. لا ما يستلموش. يعني هو يفترض أن يكون، يعني بصراحة يفترض أن يكون هم جزء من الفقيل، لأنه بيعطى للفضائية، بيعطى مش عارف من، وأنه للأسف نفس السيناريو السابق، أعطيه رئيس القطاع هذا ويصرف من 2000 ريال، مثلا 2000 ريال. الأمانة العامة لمؤتمر الحوار باعتبار أنا متعاطف، بعض قد يسأل أنه ما فيش حياة في هذه الزاوية، هؤلاء زملاء لنا ومبالغ، على الأقل كان يفترض أن تحسب أنه هذا جزء من نجاح المؤتمر الحوار الوطني. على فكرة يعني هو نقطة ربما قلت لك تعاملت الأمانة العامة الحوار، أو الذي خصص الخبراء الدوليين، فريق بن عمر المتحدة تعاملوا مع الموضوع بتفكير رأسمالي، أنه وسائل إعلام وسائل استثمارية، وبالتالي يعني أوكي أنت معك بلد تعطي الوزراء، يتزاحم الوزراء فيه والتجار على 200 دولار يستلموها، وتجي تتعامل مع الإعلام باعتبارهم رأسمالية، وهذه مؤسسة رأسمالية عليهم أنه تنفق على أفراد، أعتقد هذا خطأ. لا ادري هل سيتم التراجع عنهم، خلاص ما يعني لا حتى الميزانيه هذا مش قران، انما انت بتشوف. وعلى فكره وانا احيي بصراحه، احيي كل المبدعين من الاعلام الرسمي تحديدا بصراحه، وانا اقولها بامانه، لانه ملزم ينقل على الهواء، ملزم يعمل تقارير، ملزم يغطي حتى في الثوره، حتى في اكتوبر، حتى في الجمهوريه، يتحدث عن الاعلام الرسمي اننا نعرفه جيدا، هو ملزم و بدون إمكانية محبط معه معه حق من زاوية إيش، أنه حتى نعطيه جديد كيف إدارة المساء، هذا يستحق بيذهب نفسه مواصلات زي كثير من الناس. يفترض أن يكون الموضوع يعني، لكن على فكرة أنا أناشد الرئيس بصراحة، أناشد الرئيس هادي يتدخل في هذا الموضوع. سيقولون لك فخامة الرئيس نعطي التلفزيون كذا، الثورة كذا، الإذاعة كذا، لا تصدق هذا الموضوع. إذا في موازنة للإعلاميين أعطوا لكل إعلامي في الفندق، يمسك طابور زي ما يمسك أعضاء لجنة الحوار، يشعر أن ما يقوم به يستحق بعض البلد. لأنه دخلنا نبيل في المسائل المالية، في واحد قال صح أنه كلام سليم، كلام سليم نعم. يعني في النهايه تقول لك مهمه وطنيه، طيب اعضاء مؤتمر الحوار مهمه وطنيه، بعضهم وزراء يستلم مستحقاته بشكل دائم من الوزاره ويروح يستلم. هو الفكرة. إذن لهذا السبب ربما الأداء الإعلامي لمؤتمر، للهيئة المؤتمر الحوار مربكة، رسالته غير واضحة. لا أنا ليش حتى الإعلام، أنا كلمتك أنا بيه ملزمين بمباشر وبيقطوا يعني إذاعة صنعاء تنقل لكل الإذاعات المحلية، عملوا شريط أحمر، تعاطف معهم دكتور ياسين سعلمان رئيس الجلسة. يعني أنا يعني هي مسألة سهلة، هاي يطالب بشكل يومي ولا فائدة في هذا الأمر، يقطوا يومي. يعني إذاعة صنعاء تنقل للإذاعات المحلية كلها، وعلى فكرة ده عمل مش سهل طبعا بالتأكيد. يعني ده عمل أنت معني أنه ما تروحش ولا كلمة، وأنت تعرف أن الآن الناس في البيوت، في التكاسي، في السيارات، في المسافات الطويلة والقصيرة بيتابعوا المحور الناس عن أعتقد تقصير المبعوث الدولي، أعتقد أن هذا تقصير مبعوث الدولي. لا 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 من قصة الميزانية، مش بدنا شيء. ميزانية مؤتمر الحوار كانت مخصصة، تخصص للأمم المتحدة وأنفقتها الأمم المتحدة. ربما عنده اعتقاد أنه اليمني بيستلم 400 ألف الموظف في اليمن، وليش يعطي لأعضاء مؤتمر الحوار؟ لا أقصد هذا قدوم موضوع، لكن أنت لا 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 حتى ايا كان التقصير في، احنا نقول يعني المهمة الاساسية ضمن رؤيتنا لانجاح المؤتمر نطرح هذا الموضوع. لا لست متفقا معك، دعني اكمل فكرتي في هذه النقطة بالتحديد. لا مكتب جمال بن عمر في الاداء الاعلامي، المكتب الذي رتب الميزانية المالية فيما يتعلق بالجانب الاعلامي لم يعطيه حقه. ليس فقط للافراد، انا اتكلم انه اوكي الان لا تعطى المؤسسات نعم شيء، لا نتكلم حتى على الاداء الاعلامي نفسه. يعني الاخ محمد الاسعدي هو اعتقد هو المنسق الاعلامي، تم تعيينه شاب جيد زميل، يعني بالتاكيد يبذل جهد، لكن في النهايه المساله تتعلق بانه اذا لم تكن الرؤيه كانت التركيز فقط على الاطراف السياسيه، لم يكن هناك اهتمام بالاداء الاعلامي بالطرف الاعلامي سواء كافراد موجودين هناك او حتى كرساله المؤتمر بشكل دائم، يعني اعتقد انا ارى انها مشكله. ايضا في موضوع اخر، وهذا بحكم الامانه الناس نطرح باشياء امانه، في جيش صغير من أمن وجيش وأجهزة
مختلفة بتحمي المؤتمر، وهذه جزء. عندما عسكري يقول أنه يعني ليست كما مشكلة الإعلاميين، هو صح في وظيفة ويؤدي وظيفة عمل والبقية موظفين، بس يا جماعة لا 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 لا، نوع من التقدير أنه هذا مش موضوع روتيني، نشرت صورتين، لا مش ليس موضوع روتيني، أنا هذا هذا ليس موضوع روتيني، يعني نشرت صورتين، إذا قطع البث في الإذاعة أو نشرت الصور حق نشرت صورتين في الفيس، صورة لمائدة أعضاء مؤتمر الحوار وصورة لمائدة العساكر يتغدوا في نفس الوقت، هذا لك يأدوا دور، هذا لك طبعا يأكلوا بمشمعات في الأرض، يلا الرز داخل كيس، واللي في المطعم ايش كان، واللي في المؤتمر الحوار طبعا على طاولة ويأكلوا أكل مختلف وملعقة وشوكة وسكين يعني. هذه طبعا أشياء مهمة بغض النظر عن نتفق أو نختلف مع الذي نشر الصور، لكن في الوعي الشعبي هذه تؤثر، هذه في النهاية تؤثر. طبعا لا أحد يعرف يعني ما الذي أوكي المرافقين لأعضاء مؤتمر الحوار، العساكر، الخدمات، يعني بالإمكان أن يخدموا بطريقة مش نفسها خدمة أعضاء مؤتمر. لا أقصد أنه أيضا الموضوع للإعلامي اللي حتى رجل المرور اللي موضوع مش موضوع تقليدي، مش موضوع صح، ليس موضوع موضوع. وعلى فكرة تشكر هذه الأجهزة، ستة أشهر ست، لا مش قليلة حتى إلى الآن، حتى إلى الآن. لا لا أقصد إنه وقت طويل أيضا، إذا أهمل، إذا شعر بإجهاد هذا الجندي هذا الإعلامي، إذا شعر بإجهاد تركك تتحاور مع أحد معك. يشكروا في التعامل، أنت من تحت الجسر منكم تتعامل مع نمط جديد من يعني فاهمين إيش المهمة. نعم. تروي البطاقة باحترام يوميا هذا. أنت تعرف في المؤتمرات الأمور عندما يكون حشد لمؤتمر تكون الإجراءات الأمنية يعني كانوا يتعبوا يوم يومين. تحية لهم الآن على مدار الساعة، وفي مقدم وفي عقيد وفي أقصد بتشعر أنه ما عادوش هذاك اللي مش فاهم. أما أنا قبل كذا يوم، هو طبعا شيء شخصي، أنا اعترضت حتى كذا، ذكرت النقطة أنه إحنا كنا دائما ننتقد منظمات المجتمع المدني، نتعقد مؤتمرات وفعاليات في فنادق الخمسة نجوم، الحين جالس أقول أوه يعني الأول طرف استفاد مباشرة من مؤتمر الحوار هو فندق الموفنبيك، أول طرف استفاد من هذا الأمر، وأنتم الآن أعضاء فندق، أعضاء حوار في فندق خمسة نجوم، يعني يمكن ما لكمش علاقة بالوضع الآخر حق أبو نجمة واحدة أو نص نجمة الذي يعيشها بقية المجتمع. هو طبعا المؤتمر ليس من يوفر، من يوفر الأمن؟ لا لا، من يوفر الآن عندما تكون في سبع لجان مثلا في تسع لجان، فجأة بعد نص ساعة تتحول قاعة، معناته الناس كانوا جاهزين. هذا موضوع ما يتعلقش بال يعني في نوع من الجاهزية. حتى عبد الكريم الشيباني لما تحدث عن الجانب التقني سمح من اليوم الأول، أنا أقول لك كانت عرقلة في يوم الافتتاح ولا من اليوم من الناس الذين عانوا، لكن مع الجلسة الأولى سمح كل الكاميرات، بإمكانك أن تقنع أي ضيف في استديوهات فوق، في يعني إلى حد كبير الموضوع متاح. إنما لا تزال، وأنا أقول إذا بيتابعنا الأمين عام اللجنة علما بأني وجهت، أتمنى الرئيس يتدخل في هذا الموضوع، لأن المسألة الفترة طويلة، أنت لا تحدث عن أسبوع أو عشرة أيام، وإذا كانت تعطى للمؤسسات الحكومية فضائية إذاعة برنامج ثاني صحافة، وأنا طرحت مقترح اقسم الموضوع اعطوه نص للناس اللي موجودين بيشتغلوا على مدرسة، يعني غير مقبول واحد يجمع أدواته ما معوش حق المواصلات يرجع لل هذه ربما الطرف اليمني بحاجة أن تدركها، يمكن الطرف الدولي ما يعرفهاش، هذا الطرف اليمني هو الذي يجب عليه أن ينتبه لها، ولهذا مع مسؤوليات الرئيس هادي الله يعين الكثيرة. إنما بصراحة أنا شعرت أنه حلق على المستوى الشخصي عندي مسؤولية، لأن هذا لا هولي زملائي في الفضائية في إذاعة صنعاء في وكالة سبا في الثورة في على فكرة لا نتحدث عن قائمة كبيرة، أنت تتحدث عن الإعلام الرسمي، لأن الإعلام التابع للقنوات الخارجية يأتي بمهمة ودخلها يعني مريح إلى حد ما، ويعطي كمان إضافي في تنقلات غيره. طبعا شوف أنت متعاطف مع هذه الشريعة. نعم لا أقصد الآن، في الآن أنا أشعر أنه مؤتمر الحوار ستة أشهر في بيئة مثل البيئة اليمنية، اليمنيين يندفعون بشكل كبير جدا في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، ويتحملون، والكل يتحدث عن التضحية ومش عارف، بعد أسبوع يبدأ الموضوع يختلف، بعد أسبوعين يبدأ الموضوع يختلف، يمكن الوضع الاقتصادي هنا، يمكن النمط الاقتصادي للأفراد للأسر لكذا بحاجة للانتباه من هذه النقاط، هذه النقاط كلها مهمة جدا، بحيث أنه المجتمع ممكن بعد شهر يبدأ يقول الحملة كلها التي كانت الآن تقول المؤتمر الحوار هو الحل، وتشوفوا بعد شهر وقدم يقول المؤتمر الحوار ليس الحل، هذه بتكون مشكلة كبيرة. المسألة تتعلق بفلوس الإعلاميين، المسألة تتعلق بتنظيم علاقة الوعي الشعبي على فكرة بس بمؤتمر مباشر الحوار. أنت تشوف
مجموعة كاميرات تلف قنوات كثيرة اللي يمنية، ثم أعضاء مؤتمر الحوار كل واحد يقلب القنوات يشوف صورته، يعني بعض الناس حتى بيعمل عمل روتيني انه يصور كذا يصور. البعض اليوم بيسالوني يعني، لانه حتى الاعلام اليمني انا اعتقد في قناعه، ما معقول انه هؤلاء اللي عملوا هذا البروجرام الطويل العريض بالاستراحات وتوزيع الفرق يعرفوا انه الاعلام رافعه رئيسيه لانجاح هذا الاعلام، مش فقط مباشر انك تنقل تجيب العربة وتنقل علما بأن هذا جهد، لكن هي تفكير ضع الإعلامي اليمني، ضع الإعلامي اليمني أدخله في منظومة هذا المؤتمر الحوار الوطني. هذا هو السؤال، وأرجو أن تكون رسالتي وصلت. أتمنى أن يكون الأمانة العامة تحل هذا الموضوع، ما فيش أتمنى أن يبلغ الرئيس أننا دعونا من هذا البرنامج، إن شاء الله يسمعوا. موضوع بسيط ويحتاج أن نعم نوع من التدخل. طبعا هنا لا استطيع ان تدعو رئيس الحكومه لانه خارج، ما له علاقه، يمكن يقول لك ما فيش داعي اصلا لكله. لا اقصد انه انت تشعر بنوع من التعاطف، اقصد انه هو مساله تنظيميه، هي مساله تنظيميه. ولذلك اعتقد ان حضور مؤتمر الحوار في الاعلام، انا الان افهم هذه النقطه، مؤتمر الحوار في الاعلام ليس كما يمكن، يعني انت في النهايه شوف الاعلام يستطيع ان يوفر من الخبايا، من المفاوضات وراء الطاولة، من قصص كثيرة جدا، أن يوفر مادة يومية للناس يبقوا معلقين بمؤتمر الحوار. لهذا السبب أن الإعلاميين لا يجدون دافع لأنه يروحوا كل يوم مؤتمر الحوار يدوروا شيء، ما لا ملتزمين. أنت تشوف حتى في القنوات الرسمية ملتزمين بالبرامج، القنوات الرسمية مساحتها محددة، ملتزمين بالبرامج وفي الإذاعة ملتزمين بالتغطية، الناس كلهم ملتزمين، فقط يعني أعيد تشكيل نفسية هذا المبدع. أسهم في أنه أدخلت في حراك في معمعان مؤتمر الحوار الوطني، لا تدعى يتمنى أن ينتهي بسرعة هذا المؤتمر، دعى يشترك معك في أنه يكون في وضع مريح. هذه هي الرسالة. ربما مع الآن مع اللجان وشغلها ربما يختلف الأمر قليلا، ربما مع الحاجة للنزول الميداني والاستماع لآراء الناس أيضا يختلف الوضع كثيرا. الحقيقة نحن لا نعرف مكتب الأمم المتحدة ورؤيته للإعلام، لا نعرف، لا ندري بالضبط. وطبعا العلاقة بالإعلام ليست جيدة، هم باستمرار كان الإعلام، تعرف أنت خلال سنتين الإعلام كانت نسبة كبيرة جدا من تناولاته، فيها تضليل، فيها كذب، فيها حتى جمال بن عمر يوم من الأيام صرح قال أنه يعلنوا باسمي مواقف لم أعلنها، ويعلنوا أني التقيت بأطراف لم ألتقي بهم، ويقولون أني لم ألتقي بأطراف التقيت بها. هذه أعتقد وترت العلاقة بين مكتب المبعوث الدولي. أنا زلت مصر نبيل، موضوع الإعلام على الأطراف اليمنية أن تحله، تنسق، تبحث مع مكتب الامم المتحده، تبحث مع ونحن طرف محلي. طيب احنا لا احنا نتكلم الان عن حتى اذا تعذر انه قد خططوا ماليا يا اخي نحن نتحدث الدوله يستطيع في النهايه المساله تتعلق برؤيته كمكتب، انه لا انت ايش معنى جاءت الراسماليه في التفكير جاءت عند الاعلاميين. لا انت في النهايه الان في وضع بلد وضعه بدائي في كل الاشياء بما فيها ايضا تنظيم وسائل الاعلام. طبعا هي تحول مشكله كبيره، بمعنى انه الان كارثه انه ما يعطوش للاعلاميين المبالغ الماليه. هي لا، هم يقرروا، هؤلاء الاعلاميين سيقل ادائهم لانهم بينشغلوا بالبحث عن مصادر داخليه يوميه، ولا حتى على الاقل ما بيكونش يخسر حق المواصلات يروح للفندق الموفنبيك وما لا تعطي له الوسيله بدل المواصلات، ولا ايضا المؤتمر يلاقف منه شيء، بيقل، بيجد المؤتمر الحوار. والاعلاميين سلاح خطير، الاعلام في مجتمع مثل هذا المجتمع الاعلام سلاح خطير، ممكن ان يفصلوا، يعني يخلوا مؤتمر الحوار زي الصامت، بعدها لا ينقل للمجتمع بعضا من فعاليته. طيب لو انتقلنا الى موضوع، كان في لقاء طبعا الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام في الرياض، وكان اليوم مصطفى بكري الاعلامي المصري المعروف وايضا السياسي المعروف دكتور سعد ابراهيم، هو رئيس مركز ابن خلدون تحديدا، سعد ابراهيم جاء يستمع للرئيس السابق مصطفى بكري صحفي قد يبحث عن لقاء صحفي، ولكن رئيس مركز ابن خلدون هو صوت تتابعه انت. نعم. تعرف مدى، تعرف رئيس المؤتمر الشعبي العام هو فعاليته لا تتوقف، يعني بمعنى انه اوكي في شخص هنا اساله ناس، يعني قصدي استجابته لتعاملاته، فيه لديه
لديه خفة الشخص المنفتح تجاه العلاقات المختلفة، أعتقد هذا جزء من منها. ليس لدينا بالضبط ما الذي اللقاء ما كان يعني، لكن اللقاء بحد ذاته نعم. اللقاء الوضع في مصر مفكك سياسيا، لا تزال الفجوة موجودة، وبلد كاليمن ينطلق قطار الحوار وقطار يتحاور الناس، والرئيس الجمهورية الجديد يسافر شرقا ورئيس الجمهورية السابق سافر شمالا. نعم تعطي صورة أنه في اليمن حصل تحول مختلف، والناس سيستمع الدكتور سعد إبراهيم سيسأل بالتأكيد في النهاية هو نوع من التحليل بالنسبة له. لا نريد أن نفترض افتراضا ما الذي فعل، لكن في النهاية هو الوضع في اليمن. الحقيقة الأطراف السياسية في اليمن هي مشكلتها أنها لا تريد أن كل طرف يريد أن يقرر بأنه إنجاز بس هو عمله وحده. أنا أتوقع أنه يكون بطلبهم يعني نعم يعني الآن أكيد من يعرف أنه يعني عقل زي سعد إبراهيم فشل أن توسط هنا وهناك، ثم أعلن أنه نادم وقال في مقابلة أنا تابعتها أنه فاجأه الإخوان ما بيستمعوش لي النصائح. يعني التجربة اليمنية اليوم هي في مربع نموذج فيما يتعلق بلملمة الأطراف، فيما يتعلق بالخروج، يعني الابتعاد عن الفجوة نبيل في هذه الظروف العربية ما إنجازا نعتبره. أن تركض خارج الفجوة ممتاز. هو قلت لك أن مشكلة الأطراف السياسية اليمنية أنه كل طرف يريد أن يقول أن ما شاهدته اليمن إنجاز، ولكن اللي حققه وحده. يعني هذه مشكلة الأطراف السياسية. يعني في النهاية المؤتمر الشعبي لم بحاجة أن يقول أنه الشباب الذين خرجوا للشارع واللقاء المشترك الذي رفع صوته والمشايخ الذين تحركوا والمؤتمر الشعبي العام الذي استجاب وكل الجميع حققوا إنجازا. نعم المشترك لا يريد أن يقول أنه الواحد حقق إنجازا وما كانش في طرف مقابله. هذه مشكلة هكذا الطريقة نقلل من الإنجاز اليمني. لو كل الأطراف تعترف في النهاية بأنه جميعا ينجز في تصرفات الآخرين يعني لا الاخرين ربما يدرسوا الان هم الاخر مش فاهم من هذه النقطه لانه ما يفهموش الاخرين فيريدون ان يقولون يعني يروا ان هناك تحول هناك حوار وهناك الاطراف السياسيه كلها موجوده ولكن يسمعون خطابا سياسيا غير معقلا خطاب سياسي ربك يعني في النهايه اوكي اللقاء المشترك وقع مبادره لكنه ثائر والمؤتمر الشعبي العام يريد ان يقول انه حقق انجاز وتحول ولكن يريد ان يقول انها مؤامره ما تركبش المساله وصلوا الان لنقطه مشتركه نحن جميعا اليمن مثل ما رجول يعني مثل ما يعني كإنسان الدولة هي يعني كما تحليل ابن خلدون في النهاية مثل عمر الإنسان تصل إلى مرحلة يتوجب فيها التغيير وانتقال إلى مستوى آخر. الجميع تشاركوا في اليمن وحققوا إنجازا من دون شق إنه أنا أنجزت بس أنت ما كنت موجود. لو كان هكذا لو قدم اليمن خطاب سياسي بهذه الطريقة أعتقد الآخرين سيسمعون بالضبط التجربة اليمنية. التجربة اليمنية تجربة ممتازة قياسا بالوضع الذي يحصل. في كاريكاتير نشر اليوم على صفحة الفيسبوك وهو إنه إذا رأيت لا أذكر لك في النهاية هو يقول أنه أما في يعني في اليمن في تونس البقاء للأصلح وفي مصر البقاء للإخوان وفي ليبيا البقاء للأقوى وفي اليمن البقاء لله. يعني هي النقطة تتعلق بأنه في شيء من الهلام هنا يبقى أنه في تحول يعني منع تجاهل الصراع سواء في ليبيا أو في سوريا أو حتى في مصر. أنا أعتقد الآن الوضع في مصر لا يختلف عن الوضع في سوريا. يعني تصريح الخارجي الأمريكي ما يتعلق بباسم يوسف في مصر يا أخي تصعيد غريب. تصعيد غريب أن الإخوان يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي، أن الإخوان يشكلون لجان في الحارات لمواجهة شيء غريب للغاية. يعني هل الإخوان لديهم العكس هذا بهذه الطريقة؟ يعني أنا زرت طبعا الإخوان فترة مبكرة في مصر، يعني في كوادر معهم تعمل بطريقة جيدة ورائعة ربما أن حجم الضغط الذي عليهم أكبر مما يتحمله. طيب بس فين العقل؟ يعني القوة لا تنفع. المواجهة مع الإعلام غريبة غريبة جدا. يعني طبعا باسم يوسف هو مستفز لأنه في النهاية يعني مثل لا ما نقص أن نتحول إعلامي إلى سجال بين الخارجية الأمريكية و البيان الرئاسة المصرية أنه هذا تدخل ولن نسمح في فترة لم يمضي الرئيس مرسي هو لأنه بس نموذج لا لم يمضي عليه السنة يعني أنت هو فقط نموذج. هم المسألة ما تعلقش باسم يوسف كشخص، المسألة تتعلق بهذا التوجه. يعني حكومة الإخوان دولة الإخوان أعطت مؤشرات مقلقة جدا تجاه الإعلام. لا يعني مثلا اشتباك الأمريكان مع الرئيس السابق مركان أيمن نور مثلا من بين الأشياء أيمن نور علق الرئيس حزب وترشح طبعا مع تقديري برنامج خطير و مؤثر ويكفي ان ترى الاعلانات اقصد الحكومة المصرية لم تتخذ اجراءات قانونية الا مع باسم يوسف البقية كان اضعف الاخوان ان تفتحوا لكم جبهة مع الاعلام جابر القرمودي ويقدم برنامج في الاون تي في عن الصحافة ايضا حقق مع امس انذرت السي بي سي. هل وقع الاخوان في فخ؟
تجربة الإخوان في مصر مثيرة جدا، ربما يتحمل تتحمل الفترات السابقة الطويلة التي استمروا فيها بعدين عن السياسة المسؤولية، لكن لم يكن حد يتوقع أنهم بهذه الطريقة بهذا الإرهاق. يعني تخيل أنت العضو الإخواني الآن كم يتحمل ده؟ أنا يعني أتعاطف مع أعضاء الإخوان القاعدين داخل مصر، كم يتحمل من الضغوط اليومية للدفاع عن حكومة يعني بهذه الهشاشة والعدوانية مع الأطراف المختلفة؟ طبعا حرية التعبير داخل مصر سقفها مرتفع نتيجة أنه كان في ثورة أصلا، ليس المسألة تعلق بأنه ارتفعت مع الإخوان، هي كانت كنا جميع مثل ما النقاش نفسه اللي حصل هنا في الموفمبيك تجاه موضوع أنه اللي يقول أمل الباشا أنها رفعت صوتها وأمل الباشا ليست، ها يعني كان توكل كرمان في الميدان كويس أنها تخرج وتصيح وترفع يدها، لكن أمل الباشا في القاعة الموفمبيك ما عاد يصلح أن ترفع يدها وترفع صوتها. مسألة ما ليست دقيقة، أنه ما دام معنا فنحن مع هذا الصوت ومع هذا الحرية ومع هذا الانفتاح، لما يجي يخصنا الأمر لا، هذا ما عادش حرية ولا انفتاح، هذه خطورة. نفس اللي حصل في مصر، هذا الانفتاح اللي يعني باسم يوسف وهو خطابه اصلا كان من ايام هو شخص ثوري في مصر يعني، وبالتالي استمر. الاخوان قبلوا منه في فتره، لكن الان اقول لك لا، عشان كذا هو قال لهم انه هم يقولون انه ركز على الاخوان كثيرا، فقال لهم انا اركز على من تقول انه الاقوى، انتم تقولون بقيه الاطراف 3%، خلاص انا اعطيهم نفس النسبه في برنامجي. نعم. سعد ابراهيم مع رئيس المؤتمر علاء الاسواني راس حربه وهو روائي عالمي. نعم. معروف، طابور طويل من الاعلاميين والمؤثرين والكتاب، التيار الليبرالي كله على ضفة، والإخوان المسلمين، حتى يقال أنه حزب النور بدأ يعمل مسافات مع الإخوان، لكن بالتحديد هذان الإسمان سعد إبراهيم ودوره على فكرة. نعم، دوره مهم ضد النظام، النظام مبارك، وأيضا على الأسواني الروائي العالمي. البعض يقول هل مثلا يتوقف حزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين في مصر أمام هذه التطورات؟ لا أعتقد أنه يتوقف. لا، رئيس المؤتمر الشعبي العام التقى قبل أسبوعين هنا، وأنت صدفته في كريم بقردوني. نعم، كريم بقردوني، وأنا حضرت جزء من اللقاء بينهما يعني، وكان كريم بقردوني يقول أنه نحن بحاجة إلى جبهة عربية بين النخب العربية، بين لمواجهة المشكلة. الإخوان الآن لا يقودون للتطرف، الإخوان يقودون إلى التهشم حتى بما يتعلق بتجربتهم. انا اشعر انه احنا خسرنا الاخوان ايضا، حتى في اليمن التجمع من يصلح خطابه ما قبل سنتين كان خطاب رائع، كان خطاب يشتبك مع الناس يتواصل، الان ينكفئون يعني. المساله تتعلق بانه خلاص البحث عن وظيفه هنا ويعينوا فلان هنا وانتهى الامر يعني. قضيه السلطه هي لا اعتقد لا مشروع، يمكن كانوا مش متوقعين الامر او كانوا يسيروا يعني ما بدينا عليه. انتم حركه لا، هذا يقبلها، هذا تنفع مع احزاب، حتى ما تنفع مع المؤتمر الشعبي العام باعتباره حزب. انا قلت انه من باب التمثيل انه احنا قدام يعني سوبر ماركت، ما يتحملش يتحمل السوق الشعبي. السوق الشعبي في النهايه يتحمل عادي، وسع لي الكيلو البطاط هنا الكيلو الطماطم، اما السوبر ماركت ما يتحملش، يا اما تمشي بتنظيم والا لا تفتحش هذا السوق. هكذا الاخوان المنظمين لا تتحمل تجربتهم مثل هذا الذي حصل الان، يجب ان يلتقطوا. هم ياخذون جدل مع كل الناس. طيب متى تفكرون اذا بردة فعل هذا الجدل؟ فكروا بردة فعل هذا الجدل فيما يخصكم انتم. الاخوان الان يقودون المنطقه الى صراعات من هذا النوع، صراعات مع الثقافه مع الفكر. الانظمه السابقه مثلا في مصر على الرغم ان الجبهه الثقافيه مثلا حتى في السينما في الادب كانت خصم بشكل كبير للنظام لحسني مبارك، لكنها لم تكن تخوض صراعات بهذا المستوى الحاصل الان، صراعات قوية وعنيفة. صراعات وجود بعد. وطبعا الشيء الغريب الآن إنه المجتمع الدولي اللي يحتشد في صنعاء الصلح بين المشترك والمؤتمر لا علاقة له بما يحصل في مصر. شيء غريب يعني. إنه أصبح اليمن أهم من مصر. هي يمكن مسألة بيان الخارجية الأمريكية يمكن الآن يقود إنه يجب. طبعا زار مصر في النهاية أكثر من مرة، يزورها وزير الخارجية الأمريكي. لا، الأمريكان بدأت تصريحات متناقضة مع مبارك، شعروا أن الرجل تهاوى يلعبوا مصالح. نعم. والأمريكان معروف. لا أقصد أنه اللي يحصل في مصر خطير. حتى اليمن حينما شهدت المظاهرات في تونس وانهار النظام زين العابدين بن علي، يومها قالوا لي الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام زمان بصحة، قالوا له هنا أنه الوضع في تونس، قال أنا من يوم ما طلعت السلطة وأنا ألف على المظاهرات، يعني في تونس أوكي أسبوع مظاهرة سقطت الدولة، أما عندي أنا. عشان كذا يحكوها نقطة أنه قالوا له يعني سقط حسني مبارك، ماذا يريد الشعب؟ قالوا له يريد اسقاط النظام، قال الحمد لله ما عندناش نظام. من باب النكته يعني مساله تتعلق بانه نعم هذه بيئه تركيبه داخل المجتمعات المختلفه. مصر لا تتحمل، اليمن بامكانها ان تعيش على حافه الهاويه 20 سنه لقدام. شوف احنا لنا كم سنوات؟ انا اعرف رئيس الوزراء محمد سالم بسندوه من 5 سنوات، هو كل اسبوع يقول باقي شهر بتفلت البلاد، باقي شهرين بتفلت البلاد، وهي البلاد ما فلتتش لما الان. وعادي اعتقد 10 سنوات ممكن تعيش على حافه الهاويه. مصر لا تتحمل هذا الجعث الذي يحصل فيها، لا تتحمل اقتصاديا، لا تتحمل اجتماعيا، لا تتحمل في وضع استراتيجي، لا تتحمل عسكريا. هذا الذي يحصل في مصر، يتحمل الإخوان المسلمين في مصر بالتحديد مسؤولية كبرى. الشيء الغريب أيضا لفت نظري وأنا أحييك نبيل، أنه
يتمدد النظام في مصر الآن أي مطلب للبنك الدولي وصندوق النقد، يعني فجأة في مصر من 4 جنيه بوتاجاز إلى 8 جنيه، طبعا بالنسبة للموظف المصري هذه كارثة، ولكن فقط لأنه وفد البنك الدولي بيصل معهم قرض يوم السبت فأرادوا أن يقولوا سنحرر على فكرة صح، الناس يسألون صح تعطي هذا المؤشر، لماذا لا تتعاطى بنفس الموضوع مع جبهة النقد؟ هو إما أن تعطي مواطنيك وقواك السياسية التنازل، وإما سنذهب لطرف أخرى بالضرورة. هكذا المسألة، كان الرئيس السابق رسالة صالح يقول أنه القاعدة أرغمتنا على تنازلات مرة في تعاوننا مع مكافحة الإرهاب، كان باستمرار اليمن متحفظة تجاه التعاون الأمني مع الأمريكان، وتفتح مع روسيا، تفتح مع أطراف أخرى. القاعدة وطريقة عملها أرغمت اليمن على تنازلات مؤلمة للتعامل مع الأمريكان، لأنه في النهاية هي كالمعادلة، إما أن تفتح لي أتنازل لك، وإما أتنازل هذا الطرف. الآن نحن بحاجة بنفس الطريقة، إما قوى التي تحكم، طبعا اليمن وضع مختلف، لكن نتكلم عن مصر، الإخوان المسلمين إما يتنازلوا القوى الأخرى، وإما أنه يحصل لهم طيب يعني سؤال الأخير في هذا سؤال الأخير في هذا الموضوع. قبل فترة كان البرادعي في دبي، وسعد إبراهيم كان أيضا في دبي، ودبي فيها أيضا أحمد شفيق، وفي هذه الأجواء عاد الطيران بين طهران والقاهرة، نتحدث عن طلاق بين الأخوان والخليج باستثناء قطر طبعا من حل السياسي. أن هل كنت تتوقع تكتيك الباب مفتوح مع إيران طهران القاهرة؟ هل كنت تتوقع شيء اسمه لقاء مشترك في اليمن بين الاشتراكي والإصلاح في فترة من الفترات؟ هل كنت تتوقع هذا الأمر؟ أنت كمحلل الآن لا تتوقع مثلا. من كان يتوقع مثلا علاقة بين حزب الله وحماس مثلا؟ من يتوقع أن يتحول أيضا حماس وحزب الله الآن لطرفي صراع؟ من كان يتوقع مثلا علاقة بين دمشق حافظ الأسد وقاهرة حسين مبارك بعد مشكلة القمة العربية وسحب المشاريع؟ ولكن الأمور يعني المصالح الدولية لا تترك لا مكان فيها للفراغ، ليس فيها فراغ. هي أكمل الفكرة، هي مثل الهواء لا يترك مجال حيزا للفراغ. هذه تتحرك الأمور بهذه الطريقة، الإمارات تتحرك بهذه الطريقة، العلاقة بين الإخوان والإمارات وتأزمها، لأنه في النهاية أنا طبعا قبل 10 سنوات حصلت مشكلة داخل الإمارات أيام الشيخ سلطان زايد بن سلطان، كانت المسألة تتعلق باعتقلوا مجموعة خلية إخوان يعملون داخل الإمارات لمنعهم من أنهم يعملون خارج القانون. في توتر بين الإمارات بالأصل، طبعا الإمارات هي تمثل عمق عربي مش عربي، تمثل عمق بدوي، تمثل عمق الجزيرة العربية، في النهاية التقاليد التي تحكمها لا تزال فيها هذه الأمور ماشية. السعودية طبعا لديها حاضر يعني منع، ما فيش إخوان مسلمين داخل السعودية، ولكن روحوا برا وحنا نجيب لكم نتعاون احنا وانتم عبر أبواب مختلفة. هذه التحولات كلها تدور الآن، ستراقب المنطقة الآن مثل الرمال المتحركة، علاقة الإمارات بإيران تعمل اختبار، علاقة السعودية بمصر تعمل اختبار، يعني سنرى خطورة. أنا ممكن أرى خطورة في مصر كما قلت لك. نعم، وسترى خطورة، خطورة تعيد لنا المحور القديم، محور الصراع بين الجزيرة العربية كمكون وبين مصر وأطراف أخرى كمكون آخر. أي ما كان الملك فاروق ما قبل الثورة المصرية، جمال عبد الناصر جاء كسر الحدود التي كانت موجودة يعني، واستعاد دور المنطقة العربية واحدة، سواء كان المنطقة الموجودة في أفريقيا أو الموجودة في آسيا. الآن أعتقد الأمور يحصل فيها نوع من اللخبطة للأسف الشديد، يعني أن الإخوان المسلمين تحولوا. أنا أحيانا أتأمل ولا أقول، لكن أتأمل أقول هل بإمكان الإخوان المسلمين يلعبون نفس دور الشريف حسين؟ كارثة لو أن هذا يتحقق. لا يعني أنهم مدركين، أنا لا أتهم الإخوان أنهم يلعبون دور الشريف حسين، أنا أتهمهم أنهم يصيروا مغمضين في حد من يقودهم إلى أن يسيروا كما تماما كما إلى نفس الطريقة اللي سار بها الشريف حسين، وهدف النهاية التعاون العربي العثماني، لا حقق له دولة ولا بقى للعالم العربي دولة. كالعادة معك الحوار ممتع جدا نبيل، حتى في الكنترول يقولوا يا ريس نص ساعة نفتح ملف آخر احنا وانت، ولكن نكتفي اليوم، انتهى الوقت كما تقدر. نخشى ملل المشاهد يقول هو كيف وعدد اساسا كويس ان احنا قلنا ان الاربعاء هي النقاشات هذه للاسف من الماوري يعني. نحن كقناة كبرنامج، والاستاذ القائم باعمال المدير التنفيذي الاستاذ محمد العميسي، قمنا بكل ما ينبغي ان نقوم به في ان نمهد لان يكون منير الماوري ضيفا لنا، ولكنه لا اقول كذبة علينا، نقول حجة الغائب معنا، لكن لسنا يعني لم نكن بحاجة الى كل هذا الحجم من الاتصالات وكل هذا الحجم من كان يفترض ان يكون الموضوع اسهل من كذا بكثير. بذلنا جهد والقناة تستحق والمشاهدين يستحقوا، ولكن على مستوى الشخصي البرنامج لا افقد شيئا، خصوصا عندما يكون معي واحد من حجم ذاكرة نبيل الصوفي ومصداقيته ايضا
ويقظة. أحييكم أحييكم وألتقيكم أنا ونبيل السبت. إجازة سعيدة لكم ولنا، إلى اللقاء.